زيارة ثانية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة منذ وصوله إلى مراكز القيادة في المملكة بعد مايو 2015، تأتي لتضيف على سلم علاقات ثنائية قل نظيرها، تأكيدا على حرص قيادتين شقيقتين في التشاور المستمر حول مختلف القضايا والموضوعات وسبل تدعيم التعاون المشترك في مختلف المجالات، أخوية أخوية العلاقات وعميقة عمق التاريخ والجغرافيا المشتركة، مترابطة شعبية امتازت مئات السنين بالتكامل. يتفق الطرفان على أن هناك فعلا مشاريع يجب أن تنجز، مشاريع إنشائية، هناك تواصل حدودي، تقارب حدودي، هناك قواسم مشتركة في كثير من الأمور وخصوصا الاستراتيجية والأمنية. ونأتي للشق المهم جدا التي تعتمد عليه المجتمعات والتي يبحث عنها أفراد أي مجتمع، وهي القيمة الاقتصادية المطلوبة والوفر المالي الجيد وهذا وعيشة الرفاه المطلوبة في مثل هذه الخطط. العامل المشترك بيننا وبين الأخوة السعوديين مصادر النفط واحدة، جعل البلد في كل دولة مركز مالي، تقليص الاعتمادات على الإيرادات النفطية، ملفات إقليمية عربية ودولية، وعلى وزن أهميتها ملفات ثنائية يبرز من بينها عنوان تطوير وتنمية وقواسم مشتركة في رؤيتي 2030 السعودية و2035 الكويتية، قوامها استدامة بشرية واقتصادية وسياسية، خدمت وتخدم العديد من القضايا المصيرية للأمتين العربية والإسلامية. إذا اتفقت مثل هذه 2035 و2030 بالنسبة للمملكة العربية السعودية بالاهتمامها بالفرد بالبشر وليس بالحجر، أعتقد هناك اتفاق واضح جدا بأنه سنبني مجتمعات قريبة ومجتمعات تستطيع أن تواجه المستقبل وتواجه الصعوبات اللي ممكن تواجهها بعض المجتمعات اللي شفناها اللي ما استطاعت أن تكون عندها أفكار واضحة، وخصوصا لما يكون هناك كل العوامل التي تساعد على تنفيذ مثل هذه المشاريع الضخمة. نتوقع الحقيقة من الزيارة اللي يقوم فيها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن يكون هناك أمور متعلقة بتحسين الاقتصاد، بتوافق الرؤى الاستراتيجية سواء ما بين 2030 للسعودية و2035 للكويت. عطفا على تاريخ اقتصادي نفطي أسس استقرارا ووضع أركانه لسوق النمط وراجت بعقليات بلدين من أكبر المنتجين واتفاقيات تعاون خارجية، حفظت الأرقام في زمن أزمات اقتصادية عطلت في العالم الكثير. ولعل أبرز ما تحتاج هكذا رؤية وتنمية استقرار أمني ومحاربة للإرهاب تجفف منابعه وتخفف خفف لهيبا ظل في الشرق الأوسط يعصف، لتبقى زيارة ولي العهد السعودي حلقة ضمن سلسلة تشد بعضها نحو التكامل بعضا.